أمين من جهة المقابلة لدينا لاعب اسمه موراتا، اليوم تحدث وقال بأنه ربما سيعتزل دوليا بعد نهاية هذا الأورو، تحدث بأسف شديد وقال بأنه لا يحظى بالتقدير والاحترام اللازم في إسبانيا، وقال قال للأسف في إسبانيا لا يوجد تقدير لا للأشخاص ولا للأشياء. شوف الاعتزال مازال صغير، 31 سنة مازال قادر يزيد يلعب، على الأقل يصبر عامين يقدر يلعب كأس العالم 2026. قريت أنا تقارير أنه يخمم يفكر في الاعتزال، مازال ما خداش القرار الرسمي والنهائي. بخصوص عدم تقدير موراتا، شوف كاين لاعبين اللي يحملوا الانتقادات، كاين لاعبين اللي ما يحملوش الانتقادات، موراتا بين لاعبين اللي ما يحملوش الانتقادات. حتى لما كان في ريال مدريد ما عندكش مستوى باش تلعب في ريال مدريد، فذاك الوقت كانت القاطرة الهجومية مستوى جد عالي، ما يقدرش موراتا يكون أساسي في ريال مدريد. راح بعد ما راح شغل خدا موقف عدائي من إدارة ريال مدريد اللي سرحاته، رغم أنه كان القرار صائب ليه ولو ريال مدريد، هو كان قاعد في ريال مدريد ما راحش يلعب وخرج من ريال مدريد ولا يلعب، وين راح؟ كان يلعب أساسي، يلعب مع جوفنتوس، يلعب مع تشيلسي، والآن مع أتلتيكو مدريد يلعب كأساسي. رغم ذلك خاضي موقف عدائي من نادي ريال مدريد، علاقته سيئة مع جماهير ريال مدريد، في كل مرة يتهجم على ريال مدريد، لذلك قلت لك شخصيته من شخصيات اللاعبين الذين لا يتحملون الانتقادات، أما أنه الانتقادات عادية سواء من الإعلام أو من الجماهير، رغم أنه في بعض الأحيان كاين انتقادات تتجاوز المعقول وتتجاوز الحدود، ولكن تبقى هذا هو عالم كرة القدم. أنت لست أحسن من ميسي أو رونالدو، ميسي ورونالدو ودائما ينتقدهم ويتجاوزوا معهم الحدود، رغم ذلك عادي تمشي الأمور. نعم، شكرا جزيلا لك أمين. نريد أن نتحدث عن الفنان لامين يامال، اللاعب الأكثر صناعة للفرص في هذا اليورو، 14 فرصة كاملة لم يستطع صناعتها أي لاعب. الرقم القياسي يبقى بحوزة تشافي هيرنانديز عام 2012 عندما صنع 25 فرصة كاملة، ثم بعده تشيت فابريغاس 18 فرصة في يورو 2008، يأتي لامين يامال 14 فرصة كاملة في يورو 2024 فضلا عن 3 تمريرات حاسمة. تحس بأن هذا الولد الصغير سيكون له شأن كبير، هو يلعب مع المنتخب الإسباني ويدرس في نفس الوقت في الغرب، يعني الدراسة تعتبر ثقافة، يعني كان يمكن له أن يتوقف عن الدراسة لأنه يلعب في المنتخب الإسباني ويلعب في واحد من أعظم الأندية في العالم نادي برشلونة، ولكنه فضل أن يكمل الدراسة موازاة مع لاعبه لكرة القدم. فضل بغيت نقول كلمة واحدة على الدراسة، هذا اللي كان يلعب في الشامبيون قولوا له حبة ساك تنطريني سينيور صباح دوك على جالك نبدلوا بروغرام، دونك سي كوم ساك سا مارش في الجزائر. صراحة كاين العديد من اللاعبين الشبان اللي يضيعوا مستقبلهم الدراسي من اجل تدريبات صباحا في كره القدم، وممكن انه كره القدم مغامره، ممكن تصاب تحبس كاريير صغير واش راك راح ديرهم بعد. لذلك انا ننصح اللاعبين الشبان هادو مالي في البطوله الوطنيه طالبوهم باش يتوقفوا على الدراسه، دي سي دو فير اون باراليل، صح صعيبه شويه مي مام لي كلوب لازم يشوفوا ايضا هاد اللاعبين، ما تقولوش اللاعب حبس قرايه انا نطريني صباح اي بيو كي تنطريني صباح عادي، اللاعب ممكن انه انت كنادي مطالب انك تقالو حرفه. زدت لك حاجه قالوا واش يدير يكمل الدراسه قريته. ميدو الدراسه في حد ذاتها تساعده في مشواره الكروي، لما يكون لاعب مثقف ويكون واعي ويكون عارف واش يعمل افضل من انه يكون لاعب جاهل لا يعرف اي شيء. كره القدم الحديثه يعني مازال راه يزيد تطور، لو كان ما يكونش اللاعب قرا راح يلحق وقت شبونس باكو جوار يقدر يلعب وكان ما يكونش قرا ولا كمل الدراسه تاعو. نعم اتفق معك اسامه، الرياضه والدراسه وجهان لعملة واحدة، هي عملة نادرة، الشخص لما يكون رياضي ويكون متعلم هذا أفضل ما قد يصل إليه الإنسان. طبعا لا نتحدث عن الدين أو عن الأخلاق وإنما نتحدث عن الجانب العملي في حياة الإنسان، رياضة علم شيء خرافي ما شاء الله. أعطينا من فضلك فيديو لامين يامال حتى نتأكد بأن دي لا فوينتي يقوم بعمل كبير والأهداف مدروسة ولا تأتي أبدا صدفة. تفضل
محمد صراحة لما نشوف لامين يامال يلعب يذكرني برياض محرز أيام ليستر سيتي، يعني تقريبا عنده فوالا لا بات غوش، لا مورفولوجي تاعو، لي جيست تكنيك تاعو، مام هاد لي سونتر هادو مارونطرون اللي يكونوا دائما صعاب على المدافع باش يقدر يخرجهم. شوف اسمح لي، دائما يرفع راسه، حتى يعمل سكانينغ منطقة العمليات، ثم يرفع الكرة في المنطقة التي خلف ظهر المدافع. المنطقة هذه صعبة ديجا على المدافعين باش يقدر يتعامل مع الكرة، لأنه لو كان يقدر يلمسها، لو كان تشوف كيفاش يضربهم اون فورس باش يطيحوا، دونك انا الديفونسور صعيب باش يتعامل معاه. يقدر يقيسها تدخل المرمى، وهنا الحارس نفس الشيء راح يطيح في واحد المنطقه اللي راح يكون عنده شك كبير بينه وبين الدفاع، فوالا اسكو يخرج اسكو ما يخرج، دونك انا صعيب باش يتعامل معاه خط الدفاع. ولو كانت ريماركيسي تقريبا نفس التوزيعات اللي كان يديرهم ايام ليستر سيتي مع فاردي، عندهم بريم بوطو يخرج فاردي كوبي لهم دائما، فوالا دونك انا نشبهه بزاف عنده بزاف من محرز يامال. نعم، ما هي القيمه السوقيه التي بلغها لامين يامال؟ 200 مليون يورو لامين يامال ونيكو ويليامز في هذا اليورو. ميتو نيكو ويليامز عنده قيمه كسر عقده اللي جده مع اتلتيك بيلباو في الجونفي الماضي 60 مليون اورو. نعم، واليوم تحدث لابورتا وقال بانه برشلونه على استعداد لدفع 60 مليون اورو لاستخدام نيكو ويليامز، لكن قيمته الحقيقيه اكثر. هما عندهم كلوز ليبراتوار 60، لو كان ما عندوش هذا الكلوز ليبراتوار ممكن بهذا الاورو يقدر يتباع لانجلترا ب 100 مليون، يفوت 100 مليون الان، يفوت 100 مليون في السوق. لكن يامين يامال ممكن راوح في ظرف حوالي 200 مليون يورو، عنده 16-17 سنه، انا هاد لي شيفر عنده 17 سنه فوتبول قدامه في لونه. انا هاد لي شيفر استرونوميك بور ان جون جوور، لاعب صغير تعطي له يعني تحط القيمه السوقيه تاعو باسعار خياليه، جو بونس تقدر دير عليه امبريسيون. فوالا ما ثبت والو، فوالا كيما اسينسيو سابقا نسيت شحال حقت لا كلوز تاعو مع ريال مدريد، مليار يورو حبط ديريكت. لا اسينسيو لي بليسك شوف لا بليسك هذيك لي هذيك لي هبالي بصح راح تكون عليه امبريسيون، هذا الجوار ما يقدرش يزيد بروغريسي. اسينسيو ممكن ايضا مقارنته مع ميسي ايضا زادت له يا مال. سيحمل رقم 10 في برشلونه الموسم القادم ميدو ان شاء الله؟ ما يحملوش، نتمنى ما يحملش رقم 10، لانه رقم 10 منذ رحيل ميسي هذا الموسم ما كانش كاين رقم 10. افضل ما فعله اللاعبون بعدم تفضيل اي لاعب ارتداء رقم 10. شوف رقم 10 في برشلونه، تصور من 2009 الى غايه 2021 12 سنه وهما يشوفوا في افضل لاعب في العالم رافض رقم 10، مباريات خرافيه في كل مره يفعل كل شيء فوق ارضيه الميدان، ثم حملوا فاتي، حملوا لي رقم 10 عاودتهم الاصابه أنهى مسيرته مبكرا قبل أن تبدأ. اليوم برشلونة يطالبه بالبحث عن نادي للانضمام إليه هذه الصائفة. اليوم تصور يامال 17 سنة، خليه رقم الذي يحمله، ما فيش إزعاج، يحمل رقم عادي يكمل يلعب به كي بروغريسي ويبين مليح بعد موسمين ولا ثلاثة لما يصبح النجم، لو يستمر بهذا المستوى وفضل كور باسون دون ممكن بعد عامين ولا ثلاثة يري نفسه الكرة الذهبية، ممكن أنه يأخذ رقم 10، لأنه رقم 10 قبل ميسي شيء وبعد ميسي شيء آخر. نعم، لامين، هل تعتبر لامين يامال واحد من أفضل ثلاث لاعبين في هذا اليورو؟ أكيد. نعم أكيد، مش ما نقدرش نقول العكس. واحد من أفضل ثلاث لاعبين، كاين رودري، كاين فابيان رويس في إسبانيا. لا في كل على بالي إيه على بالي في اليورو كله محمد، لأنه مستوى اليورو هابط بزاف محمد. لو ولينا سنوات مقبل ما بالاداء هذا لامين يامال ما راحش ينافس على لقب احسن لاعب في اليورو، لانه هذا اليورو مستواه الفني منخفض جدا. ما شفناش مستوى راقي فنيا في المباريات تاع كاس امم اوروبا 2024 بالاداء اللي قدمه لامين يورو، رغم ان لامين يامال لامين يورو في هذا اليورو محمد ثلاثة تمريرات حاسمة يقدر ينافس على لقب أحسن لاعب في اليورو. نعم. خصوصا إذا زاد أهل إسبانيا في مباراة الغد أمام المنتخب الفرنسي وراحوا للمباراة النهائية وخذوا اللقب. نعم. راح يقدر يكون هو أحسن لاعب في اليورو.